إن شاء الله. لنحيي لك الكلمة سامية. أحيل الكلمة الحنان تفتتح الجزء الثاني من الورشة. حنان موجودة؟ أهلا سامية، أهلا ياسمين، مشكورة الأستاذة رماح جدا جدا، على الورشة اللي عملتها. يعني الورشة تسمعوا فيها ناس، نسمع فيك صوت متقطع شوي حنان. متقطع بيه. أقول إذن، ماذا لو كنا من أصحاب الاحتياجات الخصوصية؟ مجتمع يصعب علينا فك رموزه. أجيبكم بأن الحل هو اعتماد أسلوب حياة، ولتكن الرياضيات هي أسلوب حياتنا. الآن أقول لكم زملائي، سادتي وسيدتي، أن أدعوكم أنا السيدة حنان بن عثمان، أستاذ درس ابتدائية، وحاليا أشغل خطة مدير مدرسة ابتدائية منسقة بالجمعية التونسية للتكنولوجيا والتربية الحديثة. سأشرف على النصف الثاني لهذه الورشة. أرحب بكم سادتي وسيدتي مبدأ مجددا، وأحثكم على البقاء في مقاعدكم وربط أحزمتكم، فأنتم الآن بصدد حضور ورشة مميزة تحت عنوان تطويع برامج الرياضيات للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤسسها الأستاذة إيمان بن لامين، أستاذة في علوم الاقتصاد والتصرف ومديرة مركز الكفاءات البشرية هيوبيك، والأستاذ المحاضر نور الدين الهداوي، استشاري تربوي مختص في علم النفس. تكون الورشة تحت عنوان، أعيد، تطوير للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بك أستاذة إيمان بن لامين. موجودة. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذة. مساء الخير، صوت واضح؟ واضح واضح أستاذة. شكرا لك أستاذة حنان. مساء الخير، مساء النور للجميع. شكرا مدام ياسمين سكلي على هذه الدعوة، وشكر موصول كذلك لمدام نجاح جبريل، يعني صاحبة هذه المبادرة. تحية طيبة كذلك لكل المربين بمناسبة اليوم العالمي للمربي. معكم إيمان بن لامين، مديرة مركز الكفاءات البشرية أوبيك، مقرنا في سوسة. وحبيت نعطي لمحة على قبل ما نتحول إلى المحاضرة مع الأستاذ نور الدين، حبيت نقدم مركز الكفاءات البشرية ونقدم النشاطات اللي يعني نخصوها فيما يخص التكوين بالنسبة للمربين. مركز الكفاءات البشرية هو متخصص في قضايا التربية والتعليم والنهوض بالكفاءات المهنية للمعلم وللجهاز البيداغوجي بصفة عامة. كيف نطور هذه الأساليب وكيف نطور الكفاءات المهنية للمربي؟ احنا نقوم بدورات وبرامج متخصصة في عديد المواضيع، كما التدريس الاحترافي، كما مرافقة التلاميذ ذوي صعوبات التعلم، وكذلك التلاميذ الموهوبين وذوي القدرات العالية. كذلك فما برامج دامجة وفي التربية الدامجة. خلال شهر أكتوبر أطلقنا كونسيبت جديد وبرنامج جديد سميناه الجامعة المفتوحة للتكوين، اللي هو تقريبا أول برنامج يكون ممتد على سنة كاملة في اختصاصات متنوعة، من بينها مجال صعوبات التعلم. دورة تكوينية تمتد على 8 أشهر، يشرف عليها وينسقها الأستاذ نور الدين الهداوي، معاه كذلك مجموعة من المختصين. دورة متميزة من حيث المحتوى متاعها ومن حيث المتدخلين اللي باش يكونوا موجودين معنا. كذلك دورة علوم التربية اللي هي زادة موجهة للمربين وللتميز وللاحتراف مجال التدريس. دورة هذه نسقها الدكتور رضا مبروك ساسي، واللي تنطلق كذلك الأسبوع القادم. حبينا ننوه ونذكر أنه يعني بالشراكة مع مدام ياسمين وبالشراكة مع الجمعية
التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة يتمتعوا بطبيعة المشاركين من طرف الجمعية بتخفيض خاص طبعا على هذه الدورات. كذلك نعم سمحني قبل شكرا لك يعيشك الله يخليك. ألوغ كما نقوم كذلك بندوات ومحاضرات مجانية وأيام توعوية وتحسيسية خاصة مع الأستاذ نور الدين، يعني قمنا بعدة يعني ندوات تحسيسية في مجال صعوبات التعلم في مختلف الجهات وكذلك من خلال المواقع الافتراضية. دونك خلال شهر أكتوبر كذلك أطلقنا الموقع الرسمي الجديد لمركز الكفاءات البشرية UPEC، هو www.upec.net، اللي باش تلقاو فيه مجموعة هذه الدورات بالإضافة لدورات متنوعة كذلك، وباش تلقاو فيه كذلك فسحة أو روبريك خاصة بالاستشارات. الاستشارات مفتوحة للجميع، يعني باش يكون معنا مختصين في علم النفس، في الكوتشينج، في صعوبات التعلم، دونك وبرشا حاجات أخرى كذلك. فما دي روبريك زادة خاصة بكل ما يخص المعينات البيداغوجية والألعاب التربوية وغيرها. نجيو توا للموضوع اللي معناها اللي دخلنا فيما يخص في ما يخص تدخلنا في مبادرة الرياضيات أسلوب حياة. لما اتصلت بيا مدام ياسمين قلت لها علاش لا ما نحكيوش على تطويع البرامج التربوية للتلاميذ اللي يشكون من صعوبات في الحساب، علاش ما تكونش العملية تطبيقية، علاش ما نمروش ديريكتومون إلى حاجة ملموسة، وكيفاش باش نطوعوا هذه البرامج للصغيرات اللي يلقاو صعوبة في الحساب. عديد التلامذة يشكون ويشوفوا أنه الحساب هو بمثابة الغول بالنسبة ليهم، ولا خاصة في التلامذة اللي في الدرجة الثالثة، فما بالك بالتلامذة اللي عندهم صعوبات تعلم. من خلال مداخلتنا هذه مش نحكيه على الملائمات البيداغوجية للتلاميذ ذوي صعوبات الحساب بالنسبة للدرجات الثلاث، درجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. إن شاء الله معنا الأستاذ نور الدين الهداوي اللي هو استشاري تربوي ومختص في علم النفس، مشكور جدا على تدخله معنا، هو باش يزيد يفيدنا أكثر في هذا الموضوع. دونك شكرا لك مدام ياسمين وشكرا لكم على هذه الفرصة. نتيح الكلمة الآن إلى الأستاذ نور الدين هدي. وين موجود في القاعة؟ بنا اسم زعما بقيت سي نور الدين ما دخلت معنا وفما يد كان نعرف كان القائمة طويلة ما نجمتش نقراها، لو فما إمكانية يرفع اليد فما. ياسمين قولوا له يرفع اليد. نور الدين موجود؟ تسمعوا فيها؟ صوتي واصلة؟ أي واصلة يا جماعة واصل. لا نور الدين ما ريتش الاسم ما ريتش الاسم اللي داخل بيه نور أكاديمي بيدخل. شو اسمه؟ نور أكاديمي. نور أكاديمي باش نثبت بربي البنات لو لقيت نور أكاديمي. لقيتوش ليه؟ لو تتصل بي مدام إيمان. أوكي باش نعلق ونتواصل معه. باهي إن شاء الله خليكم موجودين معنا. الجزء الأول كان مع الخبيرة الأستاذة رماح النظري، والجزء الثاني إن شاء الله قلنا باش يكون تطبيقي مع تطويع برامج الرياضيات للتلاميذ.
يكون باش يكون جزء تطبيقي ان شاء الله، ما فيش فقط نظر. انا من الحقيقه لو لقيتو في القائمه فقط علموني، على خاطر القائمه عندي ثم بس ما رفعت اليد ما نعرفش. مدام ياسمين الأستاذ موجود معنا في القائمة. بلا اسم. فاليد مدام إيمان كل يرفع. هو موجود معنا من بكري موجود. ريت ريت توا توا رفع اليد. ريت فوالا. لحظة لحظة نحاول. رسائل قاعدة توصل قاعدة تعطل فيها ببي لحظات. ياسمين في انتظار في انتظار الأستاذ نور الدين الهداوي نذكره نذكره ياسمين بالورشة. سمير بربي لو نجمت تردو بريزونتون ما نجمتش ما لقيتوش لأن موجود 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 أستاذ ياسمين موجود باهي. مرحبا أستاذ نور الدين الهداوي. السلام عليكم وأهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. سعيد بتواجدي معكم وأرجو أنه نعديو وقت مفيد مع بعضنا في هذه الأمسية الطيبة. مشكورة الجمعية الفتية على المناسبة هذه لأتحدث في موضوع معناه حساس جدا، وسعيد أكثر أنه معناه نتطرق إلى هذا الموضوع من مختلف الجوانب المتكاملة. وكنت أستمع معناها بإصغاء شديد إلى المداخلة متاع الأخصائية النفسانية رماح الحناشي، والحقيقة أنه ما أتت به فهو من الأهمية بمكان كبير، ما يجعل أنه من القضية دي أكثر اقتراباً وأكثر ملامسة لواقع المسألة العرفانية، معناها كيفاش الصغير معناها يفكر باش ينتج العملية الفكرية الخاصة معناها بتعلم الرياضيات والأنشطة المنطقية. بطبيعة الحال أنا استوقفني قبل كل شيء أنه العنوان بتاع الدورة هذه اللي هي الرياضيات أسلوب حياة، والحقيقة معناها اختياركم الموضوع هذايا خليني نحس أنه معناها حقيقة قضية الرياضيات هي قضية بالأساس قضية مجتمعية. يعني أنا نجم نعطي من الأول بعض الصور. سنة فارتة في مدينة تبربة فما واحد ينصب معناها في المادة على المادة بتاع الطريق، ينصب على المادة بتاع الطريق وجاه واحد آخر كما نقول ينصب في بلاستو، فقامت مشكلة ما بيناتهم، واحد قتل واحد. الوضعية تبدو كأنها جريمة عادية، لكن لو نشوفوا احنا انه من الزوز يسوسون تابروبريي دان تيران كي ني با لي سيان، معناها زوز خلاو منطقة اللي هي تابعة البلدية وما عندهمش فيها حق اطلاقا، وكل حد يدعي انه هذيك بتاعه. فهذه تسمى وضعية فوضوية. ولما نحاول أن نلامس مع مؤشرات الفوضى في حياتنا الاجتماعية نجد أنه معناها حقيقة هناك عديد المؤشرات الخاصة بنقص التفكير الرياضي في بنية المجتمع اللي قاعدين نعيشوا فيه تو. من ذلك أنه معناها تلقى مثلاً كما نقوله باركينج عادي، يجيك حد معناها يتملك ويقول لك باركينج هذا كان ناس عليه، فهذه تسمى وضعية فوضوية. وهذا يخلي انه احنا اذا كان اذا فريما ننشد ان يكون مجتمعنا سليم فينبغي ان يتسلح الجميع بروح المواطنه وهي ترتكز بالاساس على ابنيه على اسس منطقيه، ولما نتبناه هذا المنطق الاجتماعي يصبح معناه التفكير سليم وتعيش العباد بسلام. ولهذا نحب نقول انه معناه التفكير الرياضي المنطقي لا تقف حدوده عند الاداء
المدرسي وإنما يمتد إلى أسلوب الحياة اللي إحنا نعيشه. وعلى هذاك تلقى إنه المجتمعات اليوم اللي قاعدة تحقق في مستويات نمو كبيرة ومتطورة تلقاها تتسلح أيضا بنمط حياة عقلاني يميل إلى تبني المفاهيم الرياضية المنطقية بتشكيلتها المجتمعات. وعلى هذا يطرح سؤال كبير، كيفاش نجم نعلم وليداتنا التفكير المنطقي الرياضي منذ الصغر؟ وإن أتت معناها الزميلة رماح حنيشي على عديد الصعوبات اللي ممكن نتقصاها مؤشراتها مبكرة، فإنه هذا يدل على كونه هذه المؤشرات وإن وجدت فيمكن معالجتها مبكرة. فماذا يبقى إذن للمعلم؟ هنا بطبيعة الحال المهم في القضية هذه الكبرى أنه إحنا نشتغل على مفهوم إبستيمولوجي يعني عرفاني اللي هو مفهوم النقل المعرفي في البيداغوجيا الحديثة. إيش معناها النقل المعرفي؟ وهي أني أنا ناخذ من الأبنية القرائية ولما نضعها معناها في المسائل الحسابية نجد إنه العملية المعرفية العرفانية المرتبطة بالقدرات الرياضية المنطقية هي عملية لغوية زادة. وعلى هذاك احنا نلاحظ إنه إذا كان التلميذ الابتدائي مثلا لما يعني لما يمر معناها بمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية نجد إنه أكثر المواد يعني أكثر مادة قاعدة تسقط معناها في التلمذة هي الرياضيات. وذلك ليش؟ على خاطر تقدم في أبنية لغوية. وكيفاش يتم النقل إذن؟ يتم انطلاقا من النظام اللغوي المنطقي إلى النظام المنطقي التجريدي أو المشفر entre guillemets. وعلى هذا مهم جدا إنه معلم اليوم في حاجة كبيرة جدا إنه يعرف كيف يتشكل التفكير المنطقي الرياضي لدى التلميذ منذ السنة التحضيرية إلى حدود نهاية السنة التاسعة أساسي. وبطبيعة الحال في الإطار هذايا يشكل هذا تحدي كبير بالنسبة للتكوين الأكاديمي بالنسبة لل أو التكوين المهني الأكاديمي بالنسبة للمعلم. وهذا التكوين يخليه إنه في حاجة كبيرة جدا بعد إذنك بعد يظهر لي مع بالنسبة للخط إن شاء الله تو يتبدل هذا ممتاز. دونك يخلينا هذايا إنه تقريبا نحاول أن نلامس الوضعية البيداغوجية باعتبارها وضعية تعتمد بالدرجة الأولى على مفاهيم التعديل ومفاهيم الملائمة للتفكير الرياضي المنطقي لدى التلميذ. على هذاك بربي نحب نسأل إذا كان مدام نجم نعدي البرتاج من عندي ولا لا؟ اسكو نجم نعدي البرتاج من عندي؟ تفضل استاذ تجم. اوكي دونك جو بيو بيان لحظه واحده دونك فوالا فوالا سكو جو بارتاجي. اسكو الشريحه قاعده تتراعى عندكم ولا لا؟ الشريحه واضحه وتجم تعدي الديابو معناها باش تعدي كاس تنزل كاس باش تظهر الصوره تاع الشريحه واحده تاع العرض. فوالا دونك الحقيقه انا مش قادر في الشريحه قاعده يعني انتم قاعدين تروا فيها الشريحه اللي انا عندي فيها.
موجودة هي الرياضيات أسلوب حياة الصفحة الأولى. فوالا تنزلنا على شاشة العرض باش يظهر باش نحل يعني أنا شرح في في مستوى إني قاعد إن باش نقدم اللغة الرياضية المنطقية اللي هي هي الأساس لكثير من أنماط التواصل وتعايش الإنسان من حيث التفكير والاستدلال الحسابي والرياضي وإدراك العلاقات الكمية والمنطقية والهندسية والرياضية. دونك وإذا كان باش نحاولوا معناها نحددوا مفهوم الرياضيات فهي تعني استخدام الرموز المشفرة والتلميذ الذي لا يستطيع أن يميز بين الأرقام والرموز لديه ما يسمى بعسر الرياضيات أو بلغة أخرى إذا نسميها ديسكالكولي فهي صعوبة نجم تظهر معناها أولاً في إجراء المسائل أو العمليات الرياضية البسيطة وتظهر عند الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في الفص الجداري اللي هو اللوب فرونتال وبالتالي يلاحظوا أنه معناتها المشكلة هذه قد يكون لديها أساس مرتبط بدرجة كبيرة جداً بالاضطرابات اللي هي خاصة بأسباب دماغية بالأساس. ولما نحكي هنا على الأسباب المرتبطة معناها يا إما تلف أو فما اضطراب معناها في عمل الدماغ لازم ولا بد نرجع لهنا إلى مسألة مهمة جدا معناها في علاقة المعلم بالتلميذ في مستوى معناها نوعية البيانات اللي ناخذوها على التلميذ هذايا في الدوسيه معناتها الصحي بتاعه وهي أن احنا إلى الآن مازلنا ما نعرفوش تماما الظروف او يعني المحادثات اللي نجريوها لي زونتروتيان اللي يجريوها معناها الطب او اللي يجريوها معناها الاسره المدرسيه معناها مع اهل التلميذ لا تنص على ظروف الولاده او على مستوى الحوادث التي تقع عند الولاده او ما قبل الولاده او ما بعدها فالاختناقات اللي تقع اثناء الولاده لها علاقه كبيره جدا بعديد الاضطرابات التعلمية اللي تقع تسوى في عصر القراءة وفي عصر الكتابة وفي عصر الحساب وهذا يخلي أنه معناتها المدرسة اليوم وباش نشوفه من بعد معناها في تداعياتها على الملائمات البيداغوجية تو نشوفه إلى أي مدى معناها تلعب دور كبير ياسر في أن نفهم الطريقة اللي التلميذ يبني بها المفهوم الكمية ومفهوم العدد ومفهوم العلاقة المنطقية ما بين المجموعات وما بين أيضا الأعداد والأرقام وبناء المفاهيم الحسابية الخاصة بالمسائل. فإذا لما نتحدث إذا على تصنيف صعوبات تعلم الرياضيات نجد أنه ما يسمى بعصر الحساب السائد اللي هو يرتبط بدرجة كبيرة ياسر بمشكلات معناها تحويل الأعداد إلى أرقام أو مشكلات التعاطي مع الكميات ونجد هنا أنه قد تقف وراءها مثل اللي أتت على ذكره الأستاذة رماح وهي تنجم تكون وراءها مشكلات معناتها نمائية في مستوى بناء الجانبية ومستوى يعني البناء النفسي الحركي معناها أو ما يطلق عليه بالتأخر النفسي الحركي لو روتار بسيكوموتور معناها شي لونفون أو أنه معناها تلقى هناك مشكلات نمائية مرتبطة بعمل الدماغ نلقاو أيضا هناك ونعطي مثال من الأمثلة اللي نلقاوها موجودة معناها أو لاحظوها في أداء التلميذ كيف ما أنه نعطيه باش يجمع يعني 26 مع 34 فيحط 26 مع 34 على نفس الصف على نفس الخط بما لا يتوائم وإجراء العملية العمودية وهذا يعني أساساً أنه فما مشكلات معناها دور سباسيو تومبوريل معناها فضائية مكانية عند الطفل لم يقع الاشتغال عليها منذ الطفولة المبكرة والحقيقة أنا أحب نثمن أهمية التدخل المبكر لدى الطفل اللي ربما تظهر عليه مؤشرات في التأخر النفسي الحركي كيف التلميذ اللي يبدأ
عند الاستخدام ما يفرقش ما بين اليمين واليسار. أنا مرة يسلم بيدي اليمين مرة باليسار، وقد عمره 3-4 سنين في الوقت اللي تبدأ عنده بريفيرانس لاتيرال. كذلك أنه تلقى الصغير هذا ينجم يبدأ يتعثر أكثر من لازم، و يعني لما ما يمشيش مستوي كما ينبغي، وتلقى أيضا عنده مشكلات في أنه لا يتوائم مع الوضعيات الجديدة بطريقة ملائمة. فنجد أيضا هناك عسر الحساب النمائي، اللي هي مشكلات مرتبطة باختلالات في الانتباه والإدراك والذاكرة لدى بعض التلاميذ الذين يشكون من بعض يعني مظاهر تشتت الانتباه، إن كان مصحوبا بفرط الحركة أو غير مصحوب. وعسر الحساب النمائي هذا يظهر في عديد الأحيان، يظهر مع عديد الصعوبات النمائية أو المدرسية المرافقة له، مثل ما يتصل ب يعني مشكلات البهتة، مشكلات تشتت، مشكلات الشرود. ونرجع ديما للجوانب البيولوجية، معناها في تحديد مثل هذه الصعوبات، خاطر برشا وليدات اللي يبدأ عندهم النقص معناها في البناء المناعي معناها بتاع الدم، أو عندهم الدود في الأمعاء، أو يبدأ عندهم مشكلات معناها متصلة ب يعني الأنظمة البيولوجية في الأمعاء، هذوما كلهم ينجموا يتسببوا معناها في نوع من عسر الحساب النمائي. خاطر احنا استنسنا كون ننظر الى المشكلات المعرفيه اللي هي في الطب، ولكن توراهم من بعد شنية الاسباب العميقه وراء عده مشكلات نمائيه، خاصه معناها تبدا مع الطفل وتكبر معه، وهي متصله بالاساس في جوانب اخرى اكثر عمقا واكثر يعني تاثيرا. من المشكلات السائدة أيضا في معناها صعوبات الحساب نجد، أو في اضطرابات الحساب نلقاو لكالكولي، وهي نوع من الحبسة، هي حبسة كلامية تعني أنه طفل ممسي يبدأ عنده قدرة على أنه يحسب، إلا أنه لما شفاهيا يعجز عن الكلام أو يعجز عن الحساب نصف شفاهيا، وهذا معناه يخلي لأنه معناه نمشي في فرضيات زادة كيف ذات علاقة باختلالات في وظائف عمل الدماغ. شنو فايدة الكلام هذايا؟ فايدة الكلام هذايا أنه واللي يهمنا هو لا رياليتي دو لا كلاس. لا رياليتي دو لا كلاس في دو مانيير اسكو المعلم يولي عنده قدرة على التوجيه والإرشاد. يعني لما المعلم اليوم يبدأ في واقع المدرسة، لما يفيق معناها بهذه المشكلات يبدأ عنده قدرة أولا على يعني أنه لما يتفاعل مع الولي ينجم يوجه. يعني وذلك علاش تو احنا لما نكتبه معناها على التلميذ أنه كسول، ولا لما نكتبه على التلميذ أنه فاقد الرغبة، أو نكتبه على التلميذ أنه معناها ناقص اهتمام معناها بالدراسة، لازم نعرفه ديما أنه وراء المشكلات هذه هناك أسباب باطنية تؤدي بالتلميذ إلى أنه تكون الكفاءة بتاعه ضعيفة قدام الوضعيات التعلمية. بالبداية معناها نلقاو أيضا لاناريتمي اللي هي فما مشكلات كبيرة معناها نلقاوها في عدم القدرة على العد واستخدام العدد. يعني أنه هنا يولي الإشكال معناها عند بعض الأطفال، وخاصة يظهر هذا يزيد عند اللي عندهم نوع من التخلف الذهني المتوسط، وهي انه ما عندها لما ياخذ الاعداد ما يعرفش يتعامل معها، يعني كيما الستة كيما التسعة كيما العشرة كيما العشرين. والدليل على هذا انه مثلا في مرحلة يعني معناها في بين 5 و6 سنوات نجد انه معناها الطفل ينجم يجنجل معناها بالارقام، ينجم يمشي معناها ينجم يعد من واحد حتى 7 حتى 10، ولكن لما تقول له أرجع لي معناها بتوالي أو نمشيه معناها بخطوتين يعني بعددين، هنا يعجز، يوري أنه معناها وإن كان يعرف العد إلا أنه لا يستطيع بناء العلاقة المنطقية بين الأعداد. وهذا اللي يخلي عنده معناها أنه هو
في استخدامه لمفهوم العدد ما عندوش قدرة على التمثل بتاعه، فلا يستطيع أو لا يقدر على بناء مفهوم العدد ولا العلاقات العددية وتحويلها إلى عمليات معناها متاع جمع أو طرح. نلقاو أيضا المشكلة الكبرى اللي تقع عليه خاصة معناها في خلال المرحلة الإعدادية، وهي صعوبات تعلم الرياضيات المكتسبة، وهي تجي تقريبا في السنة الثامنة وسنة التاسعة لما نخرج من يعني رياضيات المجموعات إلى رياضيات الوظائف، معناتها الماتيماتيك دي فونكسيون، لما نبداو نخدموا على ليزيكواسيون ونخدموا على بروبريتي لوجيكو ماتيماتيك، معناها نتاع يعني العمليات الرياضية المنطقية المشفرة وتجريدية. وهذا يتزامن مع المراهقة وتنجم تدل على أنه فما قصور معناها عند التلميذ في حل المشكلات الرياضية، وخاصة في تبني اللغة الرياضية المنطقية، يعني الأعداد والأرقام بالنسبة للأعداد أو ليزيكواسيون ماتيماتيك يوليو بالنسبة لي معناها تلاصم، وهذه التلاصم تخلي أنه معناها يولي يعمل ينأى بنفسه عن الرياضيات. وهذا بطبيعة الحال زاد كيف كيف يخلينا نفهموا الظاهرة الخاصة بصعوبات تعلم الرياضات الفكرية التكوينية اللي هي عندها علاقة كما يقول جون بياجي معناها بديفلوبمون دي فونكسيون معناها ابستريت، اللي هي ترتبط أساسا معناها بالحساب العقلي وببناء العمليات الرياضية. دونك هذوما إجمالا أغلب الصعوبات، خاطر الأستاذة رماح معناها تقريبا أتت على كل أشكال الصعوبات تعلم الرياضيات أو صعوبات تعلم الحساب في يعني مرحلة ما قبل الدراسة وتداعياتها على يعني التفكير الرياضي المنطقي بالنسبة للتلميذ المتمرس، بينما أنا إن شاء الله أخذت المسألة دي كمقدمة باش ندخلوا بها القسم ونشوفوا مع بعضنا كيف يمكن أنه معناها النجم اليوم المعلم كيف يمكن له أن يشتغل على الظاهرة التعلمية الخاصة ببناء معناتها القدرات الرياضية المنطقية للتلميذ اللي يبدأ عنده صعوبات في الحساب وليس اضطرابات. احنا بطبيعة الحال معناها بما أنه ثقافتنا هي ثقافة فرنسية، نستغل الفرصة باش نقول أنه احنا تعودنا أن نفرقوا ما بين ما يسمى بالصعوبات والاضطرابات، على أساس أنه الاضطرابات هي المأتم تاعها بالأساس هو دماغ، وعلى هذاك الأدبيات الفرنسية تقول أنه الأشياء هذه تقريبا لا يمكن علاجها باعتبار أنها تمثل أو تعبر عن اختلالات في وظائف عمل الدماغ. الحقيقة أنا لما انطلع الأدبيات الأنجلوساكسونية، معناتها سواء الأمريكية أو الإنجليزية، ولا هي زادة أيضا متطورة بدرجة كبيرة ياسر، ما نلقاش الفصل الإبستيمولوجي ما بين صعوبات أو اضطرابات، وإنما نلقى التعبير العام اللي هي معناها learning disabilities، يعني صعوبات تعلم هي كلها صعوبات في التعلم، وإنما المأثم تاعها نجم يكون بيولوجي دماغي، معناها في اضطرابات دماغية قد تقع، أو نجم يكون معناها مأثم بيئي أو اجتماعي أو لغير ذلك. لماذا؟ لأنه احنا نعرف تماما أنه ما يكتسب من العادات أو ما يكتسب من فقر التفاعل اللغوي المنطقي أو فقر التفاعل الرياضي مع يعني المفاهيم العددية قد يقلص عمل الدماغ. يعني مش فقط الدماغ اللي تبدأ فيه معناه ديسفونكسيونمون، يعني يبدأ فيه تلف أو تبدأ فيه خلل وظيفي يؤدي بالتلميذ بالضرورة إلى مشكلات معناها تعلمية، بل إن أيضا فقر البيئة التعلمية قد يفضي بالتلميذ إلى تقلص في وظائف عمل الدماغ، وبالتالي ما عادش النجم التقليد اللي استنسنا به هذيك أنه من هنا فما صعوبات نجم نعالجوها ومن هنا اضطرابات ما نجموش نعالجوها، هذه راهي
مسألة معناها فيها إعادة نظر. كيما الجينيتيك اليوم احنا نعتقد انه معناها لبي جينيتيك اليوم تبين كونه معناها اكثر من 80% من الباتريمون معناها جينيتيك نتاعنا موديولابل بالبيئة، مش فقط معناها يعني نهائي. الشيء يخلي هذا يخلي انه اليوم لما نشوف معناها القدرات اللي موجودة عند الإنسان في مستوى المرونة الدماغية أو في المرونة في تكوين الارتباطات العصبية نلقاها أول حاجة الليميتي، يعني عندنا قدرة كبيرة جدا على تجديد نوعية الارتباطات العصبية اللي موجودة في الدماغ، وهذا مرتبط بالخبرة اللي موجودة عند المعلم ومرتبطة أيضا بالمرونة الدماغية الموجودة عند الطفل، وهذا يتطلب تكاتف جهود زوز أقطاب كبرى. القطب الأولاني هو القطب الطبي بمكوناته المتعددة، يعني طبيب الأطفال، يعني الطبيب النفسي للأطفال، يعني الأخصائي النفسي العصبي، يعني أخصائي تقويم النطق والكلام، يعني كل من سينو ديسبوزيتيف معناها بيوميديكال اللي يحيط بالتلميذ. ولما لورزمان عندنا في بلادنا المسألة دي صعبة وصعبة جدا. ومن جهة أخرى عندنا المعلم لما يستلهم البيداغوجي بتاعه من النيروسيونس يلقى روحه عنده قدرة اليوم باش يفهم منين جاي المشكلات، وبالتالي يفهم كيفاش ينجم يطوع يعني أدبيات العمل يعني في إعداد الجداد البيداغوجية، يعرف كيفاش يطوع لقدرات التعلم لدى الطفل. السؤال هل أن هذا يتم في قسم جماعي أو في قسم أو في حالة إفرادية؟ حاب نقول أول حاجة أنه هنا لابد أن نتحلى ببعض الواقعية، فإنه وضعيات الدامجة لابد لها أن تكون في إطار إفرادي لا أكثر ولا أقل، وبالتالي أنه معناها الطريقة اللي قاعدين نستخدم بها إحنا في الدمج أو في الإدماج موش دمج ندمج بها في الأطفال بتاعنا داخل أقسام، والصغير يبدأ مسكين يتشعبط معناها باش يحاول يخلط بمساعدة المرافق باش يحاول يفهم شيء اللي هو أصلاً عنده فيه مشكلات، هذه راهي عملية صعبة ويعني مرهقة بالنسبة لكل الأطراف. بل أني زيد أكثر من هكا، اليوم الوثيقة متاع التقييم اللي عند المتفقد، وثيقة التقييم اللي موجودة عند المتفقد ما فيهاش مؤشرات دالة على مفهوم الدمج، يعني رويناش المتفقد يلقى تلميذ، يلقى معلم مركز مع التلميذ وحده في أنه يخدم له مثلاً على الوعي الفونولوجي ويخلي بقية التلميذ يبونه سمسيوني، باش تعرفوا أنه معناها ينجم يكون القانون موجود ولكن الممارسة المهنية لا تعبر على أنه القانون الذي يتحط موضع التنفيذ. فإذا إذا كان مش نخدمه معناه على واقع الدمج راه يلزم يكون فما أن ديسبوزيتيف، يعني يكون في المدرسة فما قسم يكون فيه معناها ان سبيسياليست في الاورتوبيداغوجي تسمى اورتوبيداغوغ، والاورتوبيداغوغ هذايا اللي هو معلم صعوبات التعلم، الاورتوبيداغوغ هذايا هو معلم متخصص في معالجة صعوبات التعلم المدرسية. هل هو مربي مختص؟ ماهوش مربي مختص، هو اورتوبيداغوغ. اش معناها الكلام هذايا؟ معناها الخدمة نتاعو هو كيف يلائم البرنامج الدراسي مع قدرات التلميذ، بينما المربي المختص هو من يخلق برنامج خصوصي. نعم لو تسمح تكبر شاشة تحب يشوفوا الجود هذا باش نوسعها انا شويه. هاك عندك الديابو اللوطة، الكأس اللوطة، فكش اللوطة بالكل تزع الكأس اللوطة هكا سبع؟ لا فما الكأس اللوطة، اللوطة بالكل، فك البار اللوطة ليه بالكل، فما كأس بحث 52% كان شفتها، فما كأس تنزل عليه تتكبر شريحة.
اللوطة بالكل؟ اللوطة بالكل ما؟ ثم كأس أنا بحث 52% ثم 52% ولا 50% ثم كأس هون تنزل علي حتى خلينا نلقى 52% وين هي اللوطة يعني في الشريحة متاعك على... تحكي على الشريحة في الأردينة الباور بونت على الباور بونت ثم كأس من اللوطة بالكل ثم كلمة 50% بجنبها كأس هاي اوكي هكا يعني كبرها باش الشاشه تبدا كبيره هكا واضحه هي كبرت تو مش مشكله هاي انت تو انت كبرت في الشريحه في حد ذاتها رايح كل معناها عشان ما عادش نشوفوا شرائح على جنب نجم نشوفوا كان شريحه واحده اوكي وي فهمتك هاي تخنت ثم اللوطة بالكل ثم كأس هنا انت عندك 50% من اللوطة بالكل عندي 150 مش 50 هي تو واضحة المذكرة واضحة نجم تحب تلو خلينا نشوفوك اذا اول حاجة على شنو تقوم المذكرة البيداغوجية الدامجة هذه السي لوشي ما معناها نتاع المذكرة البيداغوجية احنا نعرفوا انه معناتها المذكرة البيداغوجية هذه هي سيتوي فيش بيداغوجيك انسبيري من نوعيه معينه من الصعوبات الموجوده عند بعض تلامذتنا في ماده الرياضيات واللي هي نعرف انه الحصه يعني المذكره البيداغوجيه العاديه هي مذكره بالاساس تشتغل على التمشيات المعرفية بمعنى أنه معناها نبدأ بمرحلة الاستكشاف ثم التحليل ثم يعني التركيب ثم الانتاج معناتها نخدم على دي ديمارش اسانسيالمون تعتمد على البناء الأبنية المعرفية في مستوى المذكرة الدامجة نأخذ في نفس الشيما تراديسيونيل ولكن شنو اللي زدت عليها؟ زدت عليها ما يسمى التمشي البيداغوجي الدامج. اش معناه التمشي البيداغوجي الدامج؟ يعني انا باش نوصل نفهم شنو هي نوعيه المشكلات الموجوده عند التلميذ نتاعي لازم ولا بد نعمل ما عندي في نهايه الحصه نتاعي عندي مرحله التقييم دونك ناخذ انا نعمل أنشطة في نظام التقييم بتاعي فما نشاط للمعلم ونشاط للمتعلم ونستهدف مهارة وعندي وسائل بيداغوجية لهذه المهارة فإذا ما سوف أستهدفه كيفاش أنا باش نخدم عليه باش نخدم عليه في إطار ما يسمى بتمشيات بيداغوجية تكوينية معناها دي ديمارش بيداغوجيك فورماتيف بأي معنى بمعنى أنه أولا في المقاربة بنظام الكفايات وبنظام المنهج الحالي هذا إذا احنا معناه بريمان قاعدين متبنينه معناه 100% نلقاو أنه لا معنى بأني أنا نصنف التلميذ في خانة من الخانات باش نقول أنه هو جيد أو غير جيد وإنما يعني ما يفضي إليه هذا التقييم القبلي هو أنه يعطيني مؤشرات في المستوى العاطفي للتلميذ هل أنه عنده رغبة في التعلم أم لا؟ هل أنه عنده توجه عاطفي نحو المعلم أم لا؟ هل أنه معناها عنده نوع من الثقة بالنفس اللي تخليه قادر على أنه يدخل في العملية المعرفية أم لا؟ وهذا يدخل في مستوى إدارة الذكاء العاطفي بالنسبة للتلميذ ومش ندخله أن بارامتر جديد معناها في العلاقة ما بين المعلم والتلميذ اللي هو البارامتر ايموشنال كما تعرفوا ايضا على المعلم ان يحلل المستوى السلوكي بالنسبه للتلميذ هذا هل انه لديه مشكلات سلوكيه مثل الثبات يعني الحركي هل انه عنده شي اشكاليات في المزاج عنده شي اشكاليات في فرط الحركه عنده شي اشكاليات في العدوانيه عندوش اشكاليات في الام حا يعني
السلوك في الانكفاء السلوكي، هذا كله معناتها لازم ولا بد نلاحظه. علاش؟ على خاطر من قبل ما ندخل في مسارات التعهد الشامل لازم ولا بد تبدا عندي قدره باش نتدخل في المستويات هذه قبل ما نمشي للمستوى المعرفي. دونك هنا بدينا نخدموا على كامل عناصر الشخصيه نتاع التنميه. لماذا؟ لانه في الواقع كل هذه المسارات التكوينيه هي تهدف الى بناء القدره المعرفيه في اطار شامل بين كل مستويات التعلم. فالتعلم هو يشمل الجوانب الوجدانيه والعاطفيه، ونعرف تماما مثلا ما للدافعيه من اهميه في بناء التعلم. يعني انه التلميذ اذا كان انا خدمته على تعزيز قدرات الدافعيه بالنسبه لي، فهذا سوف يعينه في استقلاليته المعرفيه، يعني تولي عنده انه اوتونومي بزبي معنا لو سافوار فير بتاعه. المستوى السلوكي هذا مهم جدا في بناء الاقتدار السلوكي على اداره المساله التعلميه. يعني اسكو متشتت ولا مش متشتت، اسكو راكح في بلاصته ولا لا، اسكو معناها عنده ما يكفي من الاتزان السلوكي باش ينجم يكمل المهمه التعلميه نتاعه. وبطبيعه الحال في المستوى المعرفي ايضا باش هنا ما عادش هو اللي نخدم انا توا على الهدف المكون الكفاية ذايا، ما عادش يولي هو مرتبط معناها ب يعني الكفايات المعرفية الخاصة بالقسم. يولي هنا في المستوى المعرفي تولي مكون الكفاية ما يرتبط بقدرة التلميذ بالأساس، وهذا مش نشوفه أكثر في أي مستوى في التمشيات في مسارات التعهد الشامل. مسار التعهد الشامل هنا نلقاو فيه أيضا يزيدوا فيه متغير جديد اللي هو المتغير الصحي. بمعنى يلزمني نثبت أنا الطفل هذايا لما باش ناخذه على مستوى، وهنا راني نحكي على مفهوم البورتفوليو، يعني نحكي على المقاربة الخاصة بالمنهج، باعتبار أنه معناه التلميذ هذا ما عادش نلوج عليه شنو المستوى نتاعو بارابور على كلاس، وانما نلوج شنية القدرات نتاعو اللي يتعين عليا باش نخدم عليها باش نجم نطور له من قدراته. دونك ما عادش نلوج انا على اساسه انه هو يوصل ولا ما يوصلش، انا نلوج كيفاش نوصله قياسا الى قدراتي. ونثبت في المستوى الصحي، هل انه يشكو من فقر الدم؟ هل انه يشكو من الدود؟ هل انه يشكو من بعض المشكلات اللي هي كيما عند عديد التلاميذ بتاع توا اللي هي النقص نتاع الفلورا انتستينال، الصغيرات اللي متشتتين في الانتباه ولا عنده مشكلات صحيه؟ هل انه يشكو من البهته؟ هل انه تعرض الى تاخر معين معناه في الجوانب النمائيه كما تاخر في المشي ولا تاخر في الكلام ولا تاخر معناه في تاخر النفسي الحركي او تاخر في مستوى العلاقه الاجتماعيه او تاخر في بناء الاستقلاليه؟ هذا كله يدخل في الاجام لجام بيو ميديكال نتاعو، واللي لازم المعلم تكون عنده عليه فكره. علاش؟ على خاطر الوقت هذاك اذا كان هو بار اكزومبل يبدا عنده مشكلات مناعيه، تلقى صغير ضعيف، عينيه محوقه، يعني وجهه اصفر، مريض بفقر الدم، راه ما نجمش نبدا معاه الخدمه الا اذا يحقق مستوى ادنى من الصحه البدنيه باش نجم نبدا نخدم عليه. وهذا اللي انا بصراحه هذا اللي انا نحلم انه يكون موجود عند معلم اليوم، يولي ان جيستيونير دو بوتونسييل دابونتيساج اكثر منه معناها ناقل للمذكرات التعليميه اللي هي مذكرات تخدم على القواعد الانتاج الجماعي، ما تخدمش على افراز حاله بنائيه خاصه بكل تلميذ. فالواقع الصحي هذا لما نشتغل عليه اذا باش يخليني عندي قدره على نوع من الانتظار او نوع من التاني في علاقتي ببناء القدره التعلميه للتلميذ هذا. بل ايفيدامون انا باش ندخل المستويات الثلاثه اللي قلتهم اللي هما كيفاش نجم نخدم، كيفاش نجم نطوع الذكاء العاطفي في بناء القدره الخاصه بالتلميذ على انتاج الدافعيه للتعلم،
على تأمين مفهوم تقدير الذات، على بناء الثقة بالنفس، وبما سوف ينعكس على السلوك، والسلوك هنا هو تنمية المواقف الذاتية نحو التعلم، تنمية الاتجاه نحو تقدير الذات، تقدير الاتجاه الإيجابي نحو المادة، وهذا كله مش ينعكس من بعد على الأداء المعرفي لدى المتعلم. أسكن النقاط هذه قبل ما نتعدى الأمثلة، أسكن الأمثلة هذه ظهرتكم معناها واضحة وإلا فيها بعض الغموض. سي نور الدين، تحب ناخذ شوية آراء المشاركين معنا؟ أي ماذا بيك قبل ما ننتقل للمرحلة التسميل كانت عاملة زين، أدخلي قداش مزولي وقت باش نجم نكيف الوقت. مساج خذ وقتك، عندي تقريبا هكا قداش تحب وقت؟ لا مسالي انا انتم والتفاعل، خاطر يعني مسال عندنا برشا ما نحكيه، اما المقدمه دي لابد منها يعني قبل ما ندخل معناتها في الحاجيات. واضح هما خاطر بدينا السته، نتصور هكا حتى نص ساعه اخرى والحاجه باش ما يتعبوش اكثر. هذا ممتاز، زي ممتاز زي. قال واضح الموجودين، كل قال واضح. خرق العادة، بيت ممتاز. فما سؤال قال واضح، لكن اسكو لي بارامتر دواف شانجي؟ بيان سور، توا احنا في اطار ما يسمى ب يعني توا الادبيات الحديثه بتاع المقاربه بالكيفيات اللي بدات عمل فين، المقاربه اللي بدات من التسعينات، تخدم اسونسيالمون على بناء مفهوم الاقتدار، لا كومبيتونس. والاقتدار هذه مسألة مهمة جدا، اللي هي معناها هي رصيد من، سمحني تخدم على كفاية، اللي هي رصيد من الاقتدارات. لكن إلى الآن ما زلنا في القسم في تكوين الذهنية المعرفية للمعلم الذي يخدم على الأهداف. يعني بالنسبة لي ديما عنده برنامج لازم يكمله، ولا إن كان معلم التعليم الابتدائي عنده مستوى عالي جدا من الأداء المهني يخليه يتوائم مع حيثيات العملية المعرفية وتداعياتها البيداغوجية على أداء التلميذ. على خاطر الأولى في التعليم الثانوي حقيقة يعني ما نحكيكمش أنه معناها كل أستاذ ما يعني هو أنه يكمل البرنامج بتاعه بالأساس، وإذا كان معناه بشرقة وسيلة أخرى يخدم بها فهي تكون معناه بطريقة إفرادية في مجال دروس خصوصية. لكن بالنسبة للتعليم الابتدائي ما زال يعني أو الحقيقة يتحلى المعلمون بنوع من المرونة، ولكن وضع البرامج الرسمية هو ما لا يتيح العمليات التطوعية الدامجة. ونعطيكم مثال، أعطيكم مثال اللي نأمل إن شاء الله جمعيتكم الموقرة تتطرق إليه. ما معنى أنه إحنا معنا نصدر قوانين نقول كل المدارس مدارس دامجة، قولوا لي قداش من معلم تكون في الدمج المدرسة؟ ما معنى أنه معناها نقول كل المدارس هي مدارس دامجة ولا نجد أثرا لهذا في صياغة نظام تقييم في الامتحانات؟ يعني أنا كي يجيني معلم يقول لي، يبعث لي بسيكولوج نوت يقول لي لابد من التطويع، يعني خفف الامتحانات وسهل عليه لزيتام، أي سهلت عليه لزيتام وعطيته كل شيء وجاب 15/20، هل هي نفس 15/20 خلال التلميذ العادي ولا لا؟ دونك أنا اسكو عندي أن سيستم يمكنني من وضع المعايير يعني التناسبية، أو خليني نقول المطردة، يعني قداش هذا يساوي هذا في شبكة المعايير اللي تمكنني من إسناد المعدات والأعداد. هذا معناش هل أني عندي محتوى تعليمي يعني خرجت وزارة التربية اللي هو يراعي قدرات التلاميذ الذين لديهم عسر مثلا في القراءة. ونجم نقول لكم حاجة وهي معناها تحمل الإطار البيداغوجي مسؤولية حضارية كبيرة جدا، وأنتم أهل لها الحق. يعني
في سنة الفاتة وقع إنتاج دليل خاص بالمرافق لاضطراب طيف توحد فين في مؤسسات رياض الأطفال. دليل منهجي هذا. شكون كتبوا هذا؟ شكون خدموا؟ تلقى المجموعة اللي خدمت الكل كلهم أطباء نفسيين، يعني 19 طبيب نفسي، 19 طبيب نفسي ما تلقاش فيهم ولا مربي واحد. إذا كان المربي ما يدخلش في أعداد معناها يعني شبكات أو الأدلة البيداغوجية الخاصة بالمرافقة التربوية، ملا كيفاش الطبيب يدخل دون لا رياليتي دو لا كلاس. هذاك علاش احنا في حاجه لانه اليوم احنا كرجال تربيه تو انا الاختصاصي هو في الدومين دو لا سيكولوجي، يعني انا سيكولوج ولكني اورينتي فير لا رياليتي دو لا كلاس، دونك نسمى ام سيكوبيداغوغ، دونك انا انتريسي اكثر بالعمل الذهني في القسم وتعديله بما يطابق قدرات المتعلم اللي عنده صعوبات في التعلم. فينبغي لنا إذا أن نحرص على إنتاج محتويات تعليمية ملائمة بقدرات الأطفال أو لقدرات التلاميذ الذين يشكون اضطرابات أو صعوبات كما يحلو لنا القول عن ذلك. فبالتالي فلما نسترجع القول بأهمية المقاربة التعديلية لبناء التعلم، ينبغي لنا إذن أن نقارب المسألة بطريقة شمولية وليس بطريقة تعتمد على الأبنية العرفانية والمعرفية. الأبنية العرفانية اللي هي التحليل والتركيب والإنتاج وغير ذلك، والأبنية المعرفية هي المحتوى المعرفي التداولي الذي يساعد على معرفة القدرات المعرفية. فكيف يمكن إذا كان أنا التلميذ يبدأ عنده اضطرابات أو عنده صعوبات معناها في الرياضيات، سوف يتدنى لديه مفهوم بناء الذات، سوف تتدنى لديه الدافعية للتعلم، سوف ينتج سلوكيات غير ملائمة في القسم. وإحنا نعرف أنه من ثاني سبب للانقطاع المدرسي المبكر، يعني في سنة ثامنة أساسي مثلا، سنة سابعة وسنة ثامنة أساسي، ثاني سبب لولاني صعوبات قراءة وكتابة، وثاني سبب هو المشكلات السلوكية عند التلاميذ اللي هي التغيب واللي هي المشكلات اللي تقع ما بين الأساتذة والتلاميذ هذوما. فيوري أنه معناه الاضطراب السلوكي قد يكون معناه وراء عديد المشكلات اللي هي في الأصل تعبر على شنو، على أنه التلميذ يقول لك أنا أصلا مش تاع قراية. ونعرف أنه خاصة الرياضيات والفرنسية هذوما زوز معناها يعني هو المكان اللي معناه يذبح فيه معناه التلاميذ اليوم كقرابين معناها لي باش نخرجوا منهم معناها يعني اكثر من مليون شاب عندنا اليوم منقطعين من عام 2010 الى يومنا هذا. فاذا لما ندخل هذوما لي بارامتر، لما ندخلهم في اطار العمل نتاعنا، وهذا بطبيعه الحال يلزموا زاد كيف كيف عمل تكويني معناها في المسائل هذه، على خاطر انا ننطلق من الممارسه المهنيه، راه مانيش قاعد ننقل معناها في معارف قريتها مكتوب. هذه هو ما اشتغل عليه من خلال عملي الدؤوب مع في الورشات التربويه اللي نقوم بها مع التلاميذ. والعمل هذه معناها على التطويع هو اللي خرجت منه ان شاء الله معناها الملحق البيداغوجي اللي بحول الله معناها سوف يرى النور قريبا في شكل معناها كتب مدرسية موجهة إلى التلاميذ من ذوي صعوبات ولا اضطرابات تعلم المختلفة. إذن في الإطار دي هذه المذكرة البيداغوجية الدامجة إذن لحصة الرياضيات، دونك نبقى في إطار مكون الكفاية والهدف المميز والمحتوى وهدف الحصة، هدايا على مستوى معناه إجمالي. ثم إذا كان أنا لقيت أني فما مشكلات عند التلميذ هدايا باش نخدم على مسارات التعهد الشامل اللي هي في المستوى الصحي والمستوى العاطفي والمستوى السلوكي والمستوى المعرفي. دونك هذا التمشي البيداغوجي الدامج إذن هو يهمني درجة كبيرة جدا في بناء مفهوم التعلم بشكل يعني شمولي
ويراعي تماما معناها كل مستويات العمل المعرفي والعمل العاطفي والعمل السلوكي. إذن سنمر باش نعطيكم بعض الأمثلة اللي ارتأيت أني نشتغل عليها. مثلا في باش ناخذ في إطار غير مذكرة التميز مثال باش ناخذ زوز وضعيات، سامحوني باش ناخذ زوز وضعيات. الوضعية الأولى هي ما يتعلق هذه مذكرات الدعم والعلاج في صعوبات التعلم، وهي مذكرة تجريبية. دونك أنا توا باش نخدم إسونسيالمون على بناء مفهوم العدد من 0 إلى 19، هذه خاص بالسنة الثانية ابتدائي، معناها بما يطرح مشكلة بناء الكم. فهنا باش نعطي بعض التمارين اللي نشوف بها القدرة متاع التلميذ على أنه يبني مفهوم العلاقة المنطقية ما بين الأعداد. وهنا ناخذ 0 2 4 أو 1 3 5 أو 0 3 6 ك يعني نوع من الحساب الذهني اللي أنا باش يمكنني من بعد باش نعرف إلى أي مدى هذا التلميذ عنده قدرة على تشكيل العلاقة المنطقية ما بين الأعداد. علاش؟ على خاطر العلاقة المنطقية ما بين الأعداد تعني أنه هو اكتسب ما يسمى لي بروبريتي لوجيك اونتر لي كونتيتي. لي بروبريتي لوجيك، خاطر كي نقول من 1 إلى 3 ومن 3 إلى 5، أنا أدركت أنه من 1 إلى 3 هناك يعني 2، والاثنين تولي أنه بروبريتي انشانجابل، اللي هي بالنسبة معناها الجون بياجي تعني أنه هذا التلميذ اكتسب مفهوم المحافظة، فيبقى محافظ على نفس الخاصية الرقمية سامحوني المجردة، يعني تخلي أنه يمر بهذه الخاصية يعني التجريدية أو المنطقية على مستوى كل الأعداد. فإذا كان هو في نطاق في النطاق ذي معناها ما يوصلش باش ما يوصلش معناها باش يكتسب هذه الأعداد. دونك نبارطاجيكم دونك المذكرات هذه. دونك نلقى نجم نثبتوا معناها بالنسبة لي في إطار التقييم القبلي لهنا شنو العدد اللي يجي مباشرة قبل 13 أو قبل 16 أو قبل 9 أو بعد 10 أو بعد 3 بطريقة هكذا عشوائية. ثم نشوفوا ما هي الأعداد اللي تجي بين 7 و 15، بين 12 و 19، بين 5 و 9، باش نشوفوا معناها لا باليت اللي هو يخدم عليها اسكو عنده القدرة على أنه يقرأ الوضعيات أو يقرأ الكم بين يعني بين حدين، الحد الأدنى والحد الأعلى. والنجم في الاستكشاف، وهنا لاحظوا أني أنا قاعد نطبق هنا في المسارات التعلمية اللي يطبقها معلم القسم العادية، ثم من بعد بشوية بشوية باش نبدأ نطوع معنا في العملية التعلمية. في الاستكشاف هنا يمكنني هذا باش نعرف أو نعمل ما يسمى بالتقويم التكويني. ثم لنا لما باش نجي نتدرب نرجع إذن إلى تكوين مفهوم الكم. تكوين مفهوم الكم هنا من خلال الأعداد، دونك سوف يحسب. ولاحظوا أني لهنا أعطيت يعني كمية الكوجات هذه والرسوم هي متفرقة. علاش؟ على خاطر التلميذ اللي يبدأ عنده مشكلات في بناء مفهوم البروبريتي يبدأ يحسب انطلاقا من الحد الأيمن إلى الحد الأيسر. يعني لو هنا نحط 3 ونحط لما نحط النقطة هذه لهنا والنقطة هذه لهنا ونحط ما بيناتهم 1، هو يساوي 4 هذوما بالنسبة لي، أخاطر يحسب على الأطراف. فضروري أنه الأعداد هنا تكون متفرقة باش ما يحسبش على الأطراف. وهكذا والنوع في الأشكال معناه. وهنا نعتمد على كثافة
كثافة الوضعيات، يعني لازم ولا بد نقدم وضعيات مختلفة ومتغيرة وملونة باش نتأكد تماما أنه بالنسبة للطفل ما فماش نقص كبير في بناء مفهوم العدد. وفي رقمنة هذه الأعداد، وعلى هذاك أنا نعطي أكثر من 12 تمرين، ونلقاه أنه معناها المقاربة الخاصة معناها اللي تعتمد على التمرين كما يعتمد هذا قانون السلوك نتاع ثورندال، ينجم يكون عنده فايدة كبيرة ياسر، على خاطر إعادة التمارين بطريقة مسترسلة راهو يعاون التلميذ معناها بدرجة أو بأخرى على اكتساب المهارات اللازمة، ياسبا، وهنا لابد من أكثر من التمارين ديما 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 حتى لين يوصل به الأمر إلى أنه يتبنى هذا المفهوم. خاطر بعض الأحيان نسعى إلى بناء شبكات دماغية جديدة، شبكات معناها تنجم تمكن التلميذ حتى لو كان يبدأ عنده مشكلات، بالاعتماد على شنو هنا؟ بالاعتماد على الذكاء العاطفي، وبالاعتماد ايضا على الذكاءات المتعدده. وعلى هذاك احنا نسعى الى اعاده تشكيل الاشكال والحيوانات، وحتى اعتماد كما قالت الاخت رماح، اعتماد الالعاب الشعبيه او اعتماد العاب الادوار او اعتماد المقاربات يعني اللي تعتمد على الذكاء العاطفي بطريقة تخلي أنه الطفل يكتسب انطلاقا من إمكانياته، انطلاقا من قدراته، يكتسب مفهوم العدد ويطوعه نسبة بشبني به العلاقات المنطقية ما بين الأعداد. وهذا لا يمكن أن يتاح إلا في الحالات، في حالة البيداغوجيا الإفرادية لا يمكن أن يتاح إلا لما يكون يعني هذا التلميذ في وضعية إفرادية. بين فيدامون الوضعية الإفرادية وإن كانت معناها صعب أنه ما تنخدم عليها خطر مكلفة في بلادنا، على خطر في أوروبا اللي أنجت المفاهيم الخاصة معناها لموداليتي دو بريزون شارد سي زنفان، رأوا الطفل لما يكتشفوا الاج دو نوفان أنه عنده صعوبات تعلم مؤكدة، راهو تتلم عليه الطامة والعامة، يعني يجي لو بسيكولوج سكولير ويجي لو بيدوبسيكاتر ويجي لورتوبيداغوغ ويجي طول لو ستاف معناها اللي هو بسيكوبيداغوجيك، يجي ويتلهى به بطريقة إفرادية. وحتى المعلم يقع تكوينه على التلميذ هذاك بالذات، بينما احنا في بلادنا هذه كله ما عندناش فوتو دي مويان، وعلى هذاك احنا برشا صغيرات عم ينجموا يذيعوا. وعلى هذا انا أهيب بالجمعيات، وانه معناها نحطه وربما هذا نجم يكون بروجي معناها حاله مشويه، ولكنه نجم نحقوه، انه نحطه اقسام دامجه خاصه بالنسبه للجمعيات اللي عندها يعني اتفاقيات مع وزاره التربيه، نجم نحطه اقسام دامجه في مختلف المدارس العموميه. وهذا يتطلب عقليه ويتطلب بطبيعه الحال معناها يعني نوع من التأودة، معناها نوع من المرونة أيضا من وزارة الإشراف. نمشي إذن للمسألة الثانية اللي هي في معناها أن نخدم على الأحاد والعشرات، وخاصة في بناء الجداول. وهنا باش نشوفوا أنه معناها لما نتلفتوا معناها للعلاقة ما بين الأعداد والأرقام، خاصة لما نبدأ نقرأ في الأعداد ذات رقمين أو ذات ثلاثة أرقام. وهنا سوف نجد مشكلة وكيف نعالجها. إذن لما نأخذ الرقم ذي اللي هو 85 و800، هل إنه معناها est-ce que le partage تاع واحدة موجود ولا لا؟ لا أستاذ. باش نرجع لهنا. إذن عندي إذن ها هو هذه من مدونة الرياضيات. دونك باش ناخذ الرقم هذايا 885. رفيمة
واضح هاي واضح. لما ناخذ انا الرقم 885 فاذا اذا كان انا التلميذ يكتب لي 858، هل انه هو بالنسبه لي صحيح ولا غلط؟ قلت انا 885 ينجم يكتب لي طفل على الورقه 858، كيفاش حط لي الرقم هذا؟ اللي سمعوا كتبوا 885 اوكي، معناها ننطقها انا بالفرنسية، تابعوا معي 885، بينما بالعربي اذا قلت 858. دونك وهذه مذكرة تميز السنة الثالثة ابتدائي. وعلاش اخترت سنة ثالثة ابتدائي؟ خاطر السنة اللي يمكن خلالها تأكيد مفهوم شنو هي مفهوم صعوبة التعلم. فبالنسبة 885 كيف ينبغي نطقها بالنسبة للمعلم؟ هي 85 و800. إذا كيفاش يبني الأحاد؟ لازم يبني الأحاد ثم العشرات ثم المئات. لكن لما نجي نفسر أنا تو علاش الوليد هذا يعمل لي هكاكا؟ نرجع هنا للمقومات النمائية. وأول شيء نخدم عليه هي أنه في علاقة التداعي الصوتي، التداعي الصوتي للرقم على التنظيم النفسي الحركي اللي هو فيما يخص الاسباستون، اللي هو فيما يخص التنظيم الفضائي للرقم. دونك شو عندي أنا؟ عندي رقم يعبر على عدد، يعبر على كمية، الرقم اللي هو رمز لعدد، والعدد يعبر على كمية، وهذه الكمية فيها تموقع فضائي بصري، وهذا التموقع الفضائي عند التلميذ هو اللي في إشكال. إذن إذا أنا مش نحل المشكلة هذه، لشكون يلزمني نبعثه توا؟ شكون اللي ينجم يكون يهم الموضوع هذايا إذا أنا باش نعالج التلميذ هذا على قاعدة؟ هو الأخصائي في العلاج النفسي الحركي. لماذا؟ لأنه التداعي الصوتي، يعني لأنه صوت الرقم لما يذهب إلى التنظيم الحركي عند التلميذ، أو لما يذهب إلى التنظيم الفضائي في مخ التلميذ يكون خاطئا. فمن ينبغي إذن عليه علاج هذه المسألة؟ هو أخصائي العلاج النفسي الحركي. كيف يمكن معالجة هذه الهينات؟ إذن يمكن معالجتها من خلال إجراء تمرينات بدنية أو حركية أو تمرينات على الورق ورقية، ولكن تشتغل على إدراك مفهوم الفضاء وبناء مفهوم الجانبية من اليمين إلى اليسار. فإذا نعرف أنه ليس كل الإشكالات التعلمية التي تظهر لدى التلميذ في الرياضيات هي إشكالات معرفية. لا، مش إشكالات معرفية، هي إشكالات مرتبطة بالنمو النفسي الحركي، أو بمشكلات في تشتت الانتباه، أو بمشكلات قلقية أساسها نقص الدافعية للتعلم. وبالتالي فإنه يتعين على المعلم أنه يخدم على لو بارامتر بيو ميديكال، يعني يجب يفهم منين جاي الإشكال في عمقه باش يعرف يوجه الولي وين يهز وده. وعلى هذاك لابد أنه معناها الجهاز البيداغوجي الكبير هذايا اللي هو الطبيب اللي بالأطفال، اللي هو أخصائي نفسي، اللي هو أخصائي نفسي بيداغوجي، اللي هو المعلم، أظن كلهم يبدأوا يخدموا أون سينرجي. فمش بإعادة التمرينات، بإعادة تكثيف التمرينات، مش بإعادة تكثيف ديما نقري ديما نقري ديما نقري ديما نقري بالطريقة هذيك باش نحل المشكل.
تو انا حبيت معناها ناتي فقط على جانب واحد من جوانب اللي تخص معناها بعض الهينات في الاداء العددي او في العلاقات ما بين الاعداد وبناء العلاقات العدديه في يعني السنه الثالثه. لما ندخل سنه خامسه نلقاو مشكلات اعمق في بناء المفاهيم الرياضيه المتصله باللغه الرياضيه المنطقيه، وهذا عنده علاقه بالمعجم، وربما سوف تتاح لنا فرصه اخرى للحديث على هذا الموضوع باعتبار انه التلميذ التونسي يدخل بريبرتوار، يدخل برصيد معجمي لا يتجاوز 2500 مفرده باللغه العربيه الفصحى، بينما في معايير الجوده الدوليه لا ينبغي للتلميذ بتاع السنه الاولى ان يقل رصيده على 13000 مفرده. والفقر المعجمي اللي عند التلميذ يخلي انه لما يبدا اكتساب العمليات المفاهيم الرياضيه المنطقيه سنه خامسه يلقى اشكال كبير ياسر في تمثلها، ولانها ليست مخزنه نسبة هذه المفاهيم الرقميه والعدديه ماهيش مخزنه. يعني لما اقول انه مثلا لسامي مثلا ثلاثة أضعاف ما لقيس، لابد أن نحول كلمة ثلاثة أضعاف اللي هي عملية رياضية لكن لغوية، عملية منطقية لكن لغوية، نحولها إلى إكواسيون اللي هي عملية رقمية مشفرة في علاقة منطقية مختلفة في تمشياتها المعرفية. فبالتالي لابد أن لو نحب نشتغل معنا على التميز الدراسي وهذا ممكن، لابد من تسليح التلميذ منذ ما قبل الدراسة بوسائل الإيضاح اللغوية الممكنة، ولكن مش بطريقة بناء الأبنية التحليلية معناها نعرف الحروف والكلمات ونقول له اكتب، وإنما باستخدام آليات عمل لغوية أخرى قوامها التربية المسرحية والقرآن الكريم والأناشيد. يعني نستعمل الغنة ونستعمل معناها سينوغرافي أو نستعمل معناها كل ما هي أنشطة يعني سينوغرافية معناها سيغسان اللي هي تنجم تعاون التلميذ باش ينجم يتقبل معناها رصيد معجمي كبير جدا من غير ويخزنه في الذاكرة السمعية نتاعو كي يعيد إنتاجه في يوم ما. وعلى هذاك يعني المسؤولية موكولة لنا جميعا، لأنه الارتقاء معناه مستوى تلمذتنا اليوم ممكن، فقط معناتها لازم نعرفوا الأساليب نتاع العمل الممكنة اعتمادا على النيوروسيونس وعلى علوم الأعصاب اليوم اللي تمكننا بدرجة كبيرة ياسر باش نجموا نحدوا الصعوبات منين جاية، ثم أيضا بالتقاء كل الفريق العامل حول التلميذ. ويعني أبسط شيء أن قبلي كانت الزميلة والأخت رمح حناشي قدمت معناها تفسيرات مهمة جدا معناتها للعمل الرياضي المنطقي معناها في مخ التلميذ وتداعياته البيداغوجية اللي من بعد معناها تنجم تسهل العمل على المعلم وعلى التلميذ وعلى الولي وعلى كل إطار بيداغوجي. شكرا لكم، إن شاء الله ما كنتش طولت أكثر من اللازم، وإن شاء الله معناها نزيدوا نكثفوا علاقاتنا المهنية في هذا المجال، ورب يحفظنا جميعا. مشكور أستاذ، بارك الله فيك. نقرأوا شوية من التشات أستاذ. يعطيك الصحة سي نور الدين، حقيقة استمتعنا بكل المعلومات اللي قلتها. نفتح الباب لتلقي الاستفسارات. مدام ياسمين، أستاذة فاطمة قالت بارك الله فيك أستاذ معلومات قيمة. نعم أستاذة فاطمة قالت بارك الله فيك أستاذ معلومات قيمة. الصحة أستاذ، معلومات دقيقة وقيمة جدا، جزاك الله. ظلي خالد
مازال معانا، مازال معانا. به نرجو بايق الشكر. الأستاذ شكرا أستاذ، بارك الله فيك أستاذ، يعطيكم الصحة ورشة مهمة. نعم شكرا أستاذ نور الدين، معلومات قيمة، معلومات ثرية، يعطيكم الصحة. أنا مع التعليم المبكر واتباع منهج منهج جولين دورمان ومنصوري. شكرا أستاذ بارك الله فيك، هذه حصة قيمة. إذا الجميع، هل هناك من يريد التدخل بالصوت؟ نأخذ حتى واحد أو اثنين، سواء اللي ما تم عرضه في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، رغم أنه مدام رماح مش موجودة معنا لتشير. إن هناك مشاركات صوتية سنأخذ مشاركة أو اثنين فقط. تفضلي أستاذة حنان مشرقي. هل تسمعوني؟ نعم. شكرا لك يا أستاذ مشكور، وشكرا أستاذة ياسمين، وحقيقة هي ورشة ممتازة استفدنا منها كثيرا. لكن ملاحظة صغيرة أستاذ، بما أنني أدرس في مدرسة دامجة فإننا نعاني من هذه الصعوبات والحالات من السنة التحضيرية إلى السنة السادسة، وكل قسم يمكن أن يكون فيه كل سنة يعني 7 حالات أو أكثر، ويكون فيه الضرير، ويكون فيه من يعاني من صعوبات الكتابة، ويكون فيه من يعاني من صعوبات القراءة، ويكون فيه من يعاني من صعوبات الحساب. يعني أن الولي صحيح يحضر لك معناها تقرير من عند الطبيب النفسي معناها أو غيره، ويعترف أن ابنه يعني أنه يعاني من تلك الصعوبات، لكن عندما مثلا تتفق معه على برنامج فإنه لا يوافقك الرأي. أخت حنان وين أنت موجودة؟ أنا موجودة في تابعة ولاية أريانا، مدرسة الناصر 2 المنيلة. واضح. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك، وإن شاء الله ربي يثبت خطواتك. حقيقة أنا في السنة الفارطة، عندما أنا أدرس السنة الخامسة لغة عربية، وأدرس أيضا إنجليزية، أنا أستاذ إنجليزية ودرس إنجليزية سنة 5 وسنة 6. يعني أن جميع الأقسام فيها كل الحالات، لا يوجد قسم يخلو من حالة. هناك من تصيبه أيضا نوبات، لا نقول مثلا صرع لأنهم هم أطفال صغار، تصيبه نوبات داخل قاعة الدرس، ولا نتكلم أيضا عن المرافقين معناها مع التلاميذ أيضا. حقيقة عملنا في تلك المدرسة شاق شاق جدا جدا، حتى أنت تحاول تستطيع مثلا تحاول أن تحسن من ذلك التلميذ، تحاول مثلا أن تقدم برنامج مثلا تتفق مع الولي على ذلك البرنامج، لكن الولي يقول لك أنا أحضرت لك ورقة أريد أن ينال ابني 10. يعني لا يهمه العمل، لا يهمه عمل المعلم، لا يهمه توجيهات المعلم، ما يهمه هو العدد فقط. لا يهمه مثلا الذكاء، إن كان التلميذ مثلا يتميز بذكاء عاطفي مثلا، ذكاء ربما في تربية تشكيلية، شيء آخر في رسم، في براعة أخرى، ما يهمه هو فقط العدد. أستاذة حنان، لا كل الأولياء. أي نعم أعرف أعرف، قلت فقط بعض الأولياء، معناها يوجد حالات معناها بعض الأولياء الذين يعانون مثلا أبنائهم، عندما توجهه تقول له مثلا أنا أنصحك أن تأخذه إلى مثلا مثل ما قال الأستاذ إلى طبيب نفساني أو غيره مثلا أورتوفونيست أو غيره يتحسن، يقول لك لا وغيره. فهمتي أستاذة ياسمين؟ يعني أنه لا يتجاوب معك في هذه الحالة. إذا كان في هذه الحالة أنت تعمل اللي عليك وترضي ضميرك، وبقاها معناتها الولي هو اللي يتحمل مسؤولية ابنه، هذا حسب رأيي. حسب تجربتي أنا أستاذة ياسمين وأستاذ الأستاذ، سمح لي لحظة فقط، حسب تجربتي أنا حاولت والحمد لله وجدت نتائج. في السنة الفارطة عندما زارتني السيدة المتفقدة، كان عندي تلميذ يعاني كثيرا من السنة التحضيرية إلى السنة الخامسة، لا يعرف الكتابة أبدا،
لا يعرف يكتب، عنده صعوبة في الكتابة، يعني تعرفين تلك الحروف يلصقها في بعضها دون التنقيط وغيره. ماذا فعلت؟ أخذت كراس وأخذت معناها معناها تفهمت أنا والوالية، صحيح الوالية هي معناها ما هيش قارية وما هيش مثقفة، فهمت؟ أما أنا لقيت الصدمة متاحة معناها في الخدمة متاعي، تفهمت أنا والتلميذ، قلت له أنا كل يوم أنت باش تكتب لي جملة ولا تكتب لي نبدأ بالكلمة بالحرف بعد كلمة وبعد جملة، أما يبعدوا على بعضهم تفرق بيناتهم، فهمتي؟ حقيقة وجدت نتيجة معه التلميذ، عندما زارتني السيدة المتفقدة هو وحده أخذ الكراس وأراها الكراس، لاحظت الفرق، قالت لي مدام شكرا لك على هذا العمل. يعني أنني أعرف أنا ضميري لا يرضيني أن يخرج مثلا تلميذ من عندي غير فاهم أو لا أعرف ماذا، لا يعرف يكتب في السنة الخامسة، لا يعرف حتى حرف، لا يعرفش حتى حرف يقرأه أصلا. ومشكور أستاذ والأستاذة ياسمين. شكرا لك أستاذ نور الدين، هل لديك ما تعلق؟ الحقيقة معناها شكر موصول معناتها ليك أخت ياسمين، وهذا مش غريب عليك، وموصول أيضا للجمعية اللي معناها تطرح معناها في إشكاليات معناها تربوية عميقة وفي الصميم معناها الحقيقة، وإن شاء الله معناها تضافر جهودنا أكثر فأكثر، خاطر أنا شخصيا نمن معناها بأهمية عمل الفريق المتكامل معناها من أجل يعني بناء اتجاه نحو إصلاح تربوي في العمق، وبطبيعة الحال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وأنت بتضحك لمثل هذه الإشكاليات، هي قد تكون سهلة وبسيطة في شكلها ولكن عميقة في محتواها وفي تداعياتها على البناءات البيداغوجية المستقبلية. نحب نقول أنه ربما في إطار تحيتي للمبادرة متاعك هذه نهيب بجمع بمؤسساتكم هذه أنه نطرح قضية البدائل التربوية المتوجبة علينا في ظل يعني الرقمنة وفي ظل الذكاء الاصطناعي، على خاطر لازم ولا بد نعرف ما هي العلاقة بالمعرفة، يعني كيفاش قاعد يشكل الطفل متاع اليوم في المعرفة، خاطر احنا قاعدين نحكم عليه انطلاقا من تصوراتنا احنا الماضية على بناء المعرفة، قرينا بالكتاب وبالقصة وقعدنا نمشي في الطريق معناها لمدة طويلة على هذاك، يعني مازال احنا مفهوم الزمن عنا غير اللي قاعدين نعيشوا فيه اولادنا توا، اللي هما عندهم اثارة اسرع ويلزم معناها او يتعاملوا مع مفهوم المشكلة ما يتعاملوش مع مفهوم المعطيات. ولهذا ان شاء الله معناها تتاح لنا فرصه ونزيد نحكي اكثر في المواضيع ان شاء الله. ان شاء الله سي نور الدين. اذا بارك الله فيك سي نور الدين، بارك الله فيك مدام ايمان على قبولكم الدعوه للتواجد مثل هذه المبادره في مبادرتنا مبادره الرياضيات اسلوب حياه. نشكركم الحقيقه، قدمتوا الإفادة وقدمتوا توضيحات وكانت ورشة ممتعة حتى على الخاص مثل توصلني في الرسائل أنها بالحق استفادوا، والدليل أنه قرابة 3 ساعات والجمهور مازال متواجد. ألف شكر لكم، ألف شكر زيادة مدام رماح اللي كانت موجودة، نشكر مدام سامية اللي كانت متواجدة في بداية الورشة، ومدام حنان بن عثمان كانت متواجدة في وسط الورشة. أستاذة بنكون هل تريد أن تختمي هذه الورشة؟ إذن أختم أنا هذه الورشة، ألف شكر لكم. لدينا إن شاء الله سيضعون الآن الرابط الحضور، أستاذة حنان ستضع لكم هي الأستاذة سامية الحضور هنا في صندوق. نعم ستضع حنان رابط الحضور في صندوق الرسائل. وشكرا لك ياسمين، شكرا لحنان، شكرا لكافة المجموعة اللي أمنت ورشة اليوم، شكرا لك اللي تحت الفرصة اللي نحن باش نكون متواجدين اليوم معك. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. رابط الحضور ياسمينة واضح، أي محطوط.
إذن شكرا لكم جميعا تواجدكم، وذكركم أن يوم الأربعاء إن شاء الله على الساعة 8 ليلا لدينا الحساب الذهني حسب منظمة إديسون، وكيف تصبح مدرب في منظمة إديسون، أو ما علاقة الحساب الذهني الذي يدرس في أقسامنا بالحساب الذهني حسب منهج إديسون، كيف ينمي هذا المنهج قدرات تلاميذنا، وكيف يطور من إمكانياته. كذلك هذه دعوة، أنا أرى أن الأستاذ هيثم متواجد معنا، وهو أب الأستاذ وأب التلميذ أبطل الحساب الذهني أيهم المغربي، هذه دعوة له إن شاء الله أن يكون متواجد يوم الأربعاء ليحكي لنا تجربته في كبطل في الحساب الذهني، إن شاء الله سنوجه له الدعوة. شكرا لكم، شكرا لكل حضور معنا، على ثقتكم في الجمعية، على مواصلتكم لمواكبة ملتقياتنا، وكونوا بخير إن شاء الله. تصبحون على خير، تصبحون على خير، إلى اللقاء، تصبحون على خير.